السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معايا في قناة شهيوات ناني. اقتراحي لكم اليوم هو وصفة المادلين الإسباني. هذا المادلين هذا المميز فيه أنه كيجي طري ورطب من الداخل ومقرمش من برا. ديك القرمشة كتجيه من طبقة السكر اللي كنرشو عليه في الوجه وكتزيدو لذة. بالنسبة لاستعمال السكر الأصفر فهذه كتبقى حسب المتوفر، لو توفر عندكم فغادي يكون أفضل لأنه كيجي لذيذ، لو ما توفرش استعملوا السكر العادي. الوصفة بسيطة جدا وبمقادير في المتناول ومتوفرة في كل بيت. تبعوا معايا الفيديو وإن شاء الله تعجبكم هذه الوصفة هذه وتجربوها. بسم الله وابدا على بركه الله بالعمل واستعراض المقادير. بالنسبه لهذا المادلين الاسباني فغادي نحتاجوا له عندنا هنا 3 بيضات، وعندي هنايا كاس ديال السكر. طبعا بحال هذا الكاس هذا راه العنبه. طبعا لا احتاج للتذكير ان المعادلات وكل شيء غادي نكتبهم في صندوق الوصف. عندي كاس ديال السكر، عندي 3 ديال الارباع ديال الكاس يعني كاس لاروب ديال الزيت، وعندي هذا ثلث ديال الكاس ديال الحليب، عندي معلقه كبيره ديال قشور الليمون الحامض محكوكين، عندي واحد الرشيشه ديال الملح، وعندي هنايا معلقه كبيره ديال خميره الكيماويه او البيكين باودر ما يعادل واحد 7 أو 8 غرام، وعندي هنا زوج كيسان ديال العنبه ديال الدقيق. هنايا عندي واحد المعلقه صغيره ديال السكر فانيلا، واحد شويه ديال السكر الاصفر هذا للوجه. المهم هادو هما المقادير اللي غادي نعملو دابا المادلين. غادي نحط هنايا البيض، 3 بيضات، نزيد عليهم هاد الرشيشه هادي ديال الملح، وهنايا السكر، وهادي نبدا نخفق. خدموا اما بالضرب الكهربائي ولا الخلاط ولا حتى هاد اليدوي. غادي نخفقوا واحد زوج دقائق ولا ثلاثه حتى نحصلوا على واحد الخليط شويه مراوي. غادي نضيف هنا كما كتلاحظوا خفقتو واحد تقريبا واحد زوج دقائق او حتى طروه واحد شويه. غادي نضيف هذاك الحليب اللي عندي والزيت، وغادي نواصل الخفق. هنايا غادي نبدا نغربل الدقيق بالتدريج، وغادي نضيف عليه هاد الخميره الكيماويه او البيكنج باودر. اخر حاجه هي هاد القشور ديال الليمون الحامض، غادي نضيفوهم. وغادي نفرغوا دابا هاد الخليط هذا في لي كاسيت. هنايا كما كتلاحظوا عمرنا هاد لي كاسيت هادو، هانتوما كتشوفوا كيبقى غير واحد الحريف بسيط يعني بحال قلتي بنسبه 3 أرباع حجمها. هنايا يعني ما يميز المادلين الاسباني انه عنده الوجه كيكون مقرمش، لان كنعملوا فيه واحد الطبقه ديال السكر. يمكن لكم، انا هنا عامله معلقه صغيره ديال السكر فانيلا،
هنايا انا اخترت نعمل السكر الاسمر، لكن يمكن لكم تعملوا غير السكر العادي. غنعمل هنايا واحد زوج معالق تقريبا، نعمل زوج معالق صغار ونص. كما قلت لكم انا عامله السكر الاسمر، لكن يمكن لكم تعملوا غير السكر العادي مع واحد المعلقه ديال السكر فانيلا. الفرن حنا عاملينو كيسخن طبيعه الحال، درجه طهي الكيك العادي يعني 180 درجه. مده الطهي ما غاديش تفوت واحد 20 دقيقه، يعني في اقصى الحدود ما غاديش تفوت 20. دابا غادي نبقى كل وحيده نوزع فوقها صافي. غير نكمل التوزيع ديال السكر، غندخلوا هاد المادلين يطيب. اخواتي المادلين تاعنا خدا في الفرن 20 دقيقه كما قلت لكم، ومجرد ما بان لي انه طاب يعني تكيت بواحد العود فتحت عليه الشوايه فقط، يعني ثواني معدوده حتى تحمر هاد الوجيه هكا، حيت انا ما تحمرش ليا من الفوق. اما لو الفرن ديالكم كيطيب في مره من الفوق ومن التحت يعني غتلاحظوا ان الوجه الدهن، فما تحتاجوش تمسحوا عليه. هانتوما لاحظوا ديك كيجي داك الوجيه اللي رشينا بالسكر، هانتوما كيجي واحد الطبقه مقرمشه، هانتوما كتلاحظوا. غادي نخليهم يبردوا عاد باش نقدموهم.